اجي بزاف منكم كيسمعوا بالدروب شيبين ولكن ما عارفين شنو هو الدروب شيبين، شنو غادي خصني باش انني نبدا الدروب شيبين، واش غادي خصني راس المال باش انني نبدا الدروب شيبين، وشحال بالضبط غادي خصني باش انني نبدا الدروب شيبين. هادشي كامل غادي نشوفوا في هاد لا فيديو هذا، داكشي علاش غادي تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا مزيان شنو هو الدروب شيبين. الا ما كنتيش مسالي سير اخويا الله يسهل عليك بلا ما تبقى تنقز ولا تدخل الفيديو تخرج راه ما تفهم حتى حاجه. الاخوان اللي مساليين حط لي واحد الكويس ديالها تيحداك وقلب داك التليفون اولا كبر الشاشه ديال البيسي واعطيني دوك الودينات وسمعني مزيان شنو غادي نقول لك. اول حاجه غادي ديرها هو انك غادي تفتح موقع ديالك متجر الكتروني بحال قلتي محل في الواقع، فهمنا؟ سواء باغي ديرو في يعني باغي ديرو في منصه الكترونيه اولا باغي دير متجر ديالك. هادشي من بعد ان شاء الله غادي تعرفوه بلا ما ندخلوا لكم في لي ديتاي، انا باغي نعطيكم غير فكره عامه على الدروب شيبين باش تعرفوا شنو هو الدروب شيبين واش يمكن لك انت انك تبدا في المجال ديال الدروب شيبين. سيفيني من بعد ما غادي ندير يعني موقع ديالي شنو غادي ندير، غادي نمشي للمواقع الكبار مثلا علي اكسبريس، غادي نمشي سيدي لعلي اكسبريس غادي نقلب حتى نلقى شي برودوي زوين وعارفوا بلي غادي تمشى، يعني غادي تمشي تختار سيدي واحد البروداكت مثلا اختاريت هذا المنتوج هذا ب 5 دولار في علي اكسبريس، غادي نشد التصاور ديالو غادي نهز دوك التصاور غادي نحطهم عندي في المتجر ديالي يعني في المحل ديالي. مزيان انا ما غاديش ندير 5 دولار لا، انا غادي ندير 10 دولار اولا ندير 15 دولار اولا ندير 20 دولار، شغلك هذاك دير اللي بغيتي. مزيان هكاك مزيان. من بعد شنو غادي ندير؟ ماشي غادي نشد داك المنتوج وغادي نديرو صافي ونبقى نشوف فين نتسنى شكون اللي غادي يجي يشري، لا يعني راه ماشي بحال الشكل ديال ايباي. ايباي راه الموقع ديال ايباي راه معروف كيجيو كاينين لي كليون ديالو، هذا من غير ان انت كتهز غير المنتوج كتحطو صافي. هنا سيدي لا، شنو كدير؟ كتمشي كتخسر الفليسات فيسبوك ادز اولا جوجل اد وورد يعني جوجل ادز. مزيان حنا دابا غادي تقول لي محمد شحال غادي خصني باش نبدا؟ انا ما غاديش نقول لك غادي تخصك 1000 درهم اولا غادي تخصك جوج المليون اولا 3 ولا 4، غير واحد القضيه اللي غنقول لك هو اللي بدا ب 1000 درهم ماشي هو اللي بدا ب 10000 درهم، ماشي هو اللي بدا ب 3 المليون ماشي هو اللي بدا ب 10 المليون، فهمنا؟ يعني هنا غادي خصك باش انك دير اعلان داك المنتوج ديالك. مزيان هكاك يعني شنو قلنا؟ كتمشي كتشد المنتوج كتعاود تحط دوك التصاور، هما مثلا داروا لي 5 دولار انت كدير لي 10 دولار اولا 20 دولار اولا 30 دولار، انت حر دير اللي بغيتي. هنا شنو كدير؟ من بعد سيدي ما كتشد دوك التصاور كتحطهم، درتي الثمن درتي اعلان ممول بديتي انت مثلا غير ب 500 درهم، جا الشاري. مزيان اسيدي جا الشاري باش انه يشري، صيفط لك باش انه يشري هذا المنتوج هذا عجبو ياخذو بديك 20 دولار. مزيان اسيدي هو كيصيفط لك الفلوس مثلا الشاري، هو هذا كيصيفط لك الفلوس في الحساب ديالك انت، يعني كيصيفط لي في الحساب ديالي انا ديك 20 دولار كيصيفطها لي انا، ومن بعد هو كيدخل العنوان ديالو يعني فاش باغي يشري كيدخل الاسم ديالو هكذا وكذا والعنوان ديالو. انا شنو كندير؟ كنمشي لذاك الموقع علي اكسبريس مثلا كنمشي كناخذ داك المنتوج كنمشي كنخلصو ب 5 دولار، ما كنحطش العنوان ديالي انا لا، كنحط العنوان ديال الشاري داك اللي باغي يشري. هما شنو كيديروا؟ كيتكلفوا كيصيفطوا ليه، يعني انت ما كدير والو من غير انك كتشد دوك التصاور كتلوحهم عندك في المتجر ديالك، كتمشي كدير اعلان ممول لذاك المنتوج كتقلب على الشاري، من بعد ما كيجي الشاري كيصيفط لك الفلوس انت، كتشد انت دوك الفلوس كتمشي تاخذو ب 5 دولار، انت بعتيه ب 20 دولار كتاخذو ب 5 دولار في علي اكسبريس، هما كيتكلفوا بكلشي صافي فقط. هذا هو الدروب شيبين. هنا واحد القضيه باش نوضحها خوتي، هو اعلان ممول ضروري خصك تعلم فيسبوك ادز، يعني الا كنتي باغي تبدا هذا المجال ديال الدروب شيبين ضروري تعلم الفيسبوك ادز، تعلم ليه مزيان 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 مزيان، راه فيسبوك ادز هو كلشي. راس المال ما غاديش نقول لك انا غادي تبدا ب 10 المليون او لا ب 20 مليون، لا الناس بداو غير ب 1000 درهم، الناس بداو غير ب 1500 درهم وهلي فين وصلوا دابا كيحققوا الملايين في النهار. دونك الله يجازيكم بخير، ما تكونش عندك ديك الفكره ديال انك كتسمع الدروب شيبين راه فيه الاعاقه فيه الفلوس غادي تمشي طيح ليه، لا يعني راه ساهل غير كتمشي كتهز كتحط كتبيع، راه ما بقاتش في داك الشيء، راه بقات في داك فيسبوك ادز. واش كتعرف انك تخدم فيسبوك ادز ولا لا؟ ضروري خصك تعلم. ما عرفتيش كيفاش طاب اخويا في فيسبوك ادز ديال الدروب شيبين، ها يعني ديال الدروب شيبين وتعلم فيسبوك ادز اي كوم لوكال ماشي هو فيسبوك ادز دروب شيبين. ضروري اخوان يعني تردوا البال لهذا البلان، انا فاهمنا يعني كنظن انكم فهمتوا شنو هو الدروب شيبين وشحال غادي خصك باش تبدا وشنو خصك باش تبدا. واخر حاجه غادي نقولها لكم هو البروداكت، راه الا ما كنتيش كتعرف انك تقلب على المنتوج اللي غادي يتباع لك ولا غادي دير فيه الفلوس راك ما دير حتى حاجه، وضروري الخساره في الاول. وما هادشي اللي كان اخوتي كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعني نكون وصلت لكم شرحت لكم بالتفاصيل شنو هو الدروب شيبين. الا كنتوا باغيين تعرفوا شي حاجه ولا اي مجال بغيتوا تعرفوا نشرحوا لكم بواحد الطريقه اللي غادي يكون طريقه مبسطه، ما عليكم الا تحطوا عليه في التعليق لتحت. هادشي اللي كان اخوتي ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، مجموعات جروبات فيسبوك واتساب يعني الجروبات ديال المجالات هادو الدراري المبتدئين اللي باغيين يبداو بارطاجيو معاهم هاد لي فيديو هادو. اي واحد عرفوا في العائله باغي يبدا بالدروب شيبين ولا باغي يعرف شنو هو الربح من الانترنت ولا العمل على الانترنت بارطاجي معاه لي فيديو هادو. الا بغيتو نستمر معكم اي حاجه بغيتو حطوا عليها في التعليق لتحت. هادشي اللي كان اخوتي، تهلاو ليا فراسكم، كنكلم معكم محمد ابراهيم، السلام عليكم.